الكابتن حاتم عسكر، اهلا بيك واهلا بضيوفك الكرام. النهارده في تغطيه حصريه لاستعداد فريق ابو حماد للدوري الممتاز به في الكره النسائيه، هيكون معنا ومعكم كابتن الفريق. انت عرفك الكابتن؟ انا اسمي بسمله. كابتن بسمله، شايفين النهارده استعداد وفي النهارده مباراه وديه وخاصه مع فريق بروسيا، تقولي لهم ايه النهارده وتقولي الفريق ايه او تقولي ايه النهارده في اللقاء ده؟ ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله هنكسب وهنعمل مفعول كويس. طب استعدتوا ازاي للقاءات في الدوري ان شاء الله القادمه، وخاصه النهارده لقاء مهم جدا ولقاء حماسي مع فريق بروسيا؟ الحمد لله كابتن عماد عمل نظام جديد ومرنا وشجعنا ان شاء الله. هيكون معانا ومعاكم ايضا مدرب فريق ابو حماد الكره النسائيه الكابتن عماد. اهلا بك كابتن عماد على قناه الصحه والجمال. اهلا بك يا مستر، وانت دايما منورنا في كل مكان طبعا، ووجودك هنا شرف لينا طبعا. الكابتن عماد، في استعداد قوي والنهارده مباراه قويه جدا لخوض الدوري، النهارده مباراه وديه مع فريق بروسيا، تقول فيها النهارده؟ فريق بروسيا من اقوى الفرق الموجوده دلوقتي في مصر، بدعم فرقته بتدعيمات، عنده بنتين بيلعبوا في منتخب مصر، احنا جبناهم النهارده استقبلناهم هنا نعمل ماتش، هم معانا في الممتاز به، داخلين معانا في الدوري، فتجربه وديه كويسه هتفيد بناتنا وتفيد بناتهم، وان شاء الله يطلع يوم كويس وجميل باذن الله. طيب شايف اللقاء هيكون ازاي النهارده، وفريقك قلت لهم ايه وقلت للبنات ايه، في خاصه اول مره يكون في مركز شباب حماد كره نسائيه وهيخوض الدوري الممتاز؟ احنا انا عرفت بناتي ان هم يهدوا في الماتش، وكن ونحاول من يعني ايه ما فيش احتكاكات جامده، نحافظ على بعض، احنا داخلين دوري درجه تانيه، الحمد لله فرقتنا قويه، واخدين تالت جمهوريه في دوري مراكز الشباب، الحمد لله فرقتنا عاملين استعداد كويس جدا 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 جدا، وانا قلت لهم يا بنات حافظوا على بعض اهم حاجه. شكرا لك كابتن. شكرا لك. مستمرين معاكم في اللقاءات الحصريه، النهارده معانا ومعاكم كابتن فريق بروسيا اللي جاي يخوض المباراه الوديه الكابتن تغريد. اهلا بيك يا كابتن على الصحه والجمال. يا مرحبا بيك يا كابتن، شرفنا والله بحضرتك في ملعب مركز شباب ابو حماد. استعدادكم ايه، وخاصه فريق ابو حماد داخل درجه ثانيه وانتوا بتلعبوا في الدوري الممتاز برضو، في النهارده مباراه وديه تقولوا فيها ايه النهارده، وجايين النهارده تخوضوا تجربه جديده مع فريق ابو حماد؟ فريق ابو حماد فريق محترم طبعا، وبنحترم كل الفرق، احنا داخلين منافسه صعبه، الدرجه الثانيه مش سهله زي ممتاز، كل فرقة عاوزة تصعد ان شاء الله للممتاز، وباذن الله الفريقين يصعدوا السنة دي للممتاز. طيب الكوتش والمدرب قال لكم ايه، وخاصة خوض المباراة النهاردة على ارض فريق ابو حماد ومع فريق ابو حماد اللي اول مرة يدخل دوري ممتاز؟ طبعا فريق ابو حماد لازم نحترم المنافس طبعا اهم حاجة، من والكابتن هشام طبعا مدرب محترم، والكابتن سيد نفس النظام مدرب كبير، الاثنين مدربين كبار، قالينا نلعب بقوة بكل قوة وانتوا قدها، وان شاء الله نحقق نتيجة ايجابيه، وبنحترم برضو المنافس في نفس الوقت. شكرا للكابتن. شكرا كابتن. هنا من داخل مركز شباب ابو حماد ومع مدرب فريق بروسيا الكابتن حسين مصباح، اهلا بيك على قناه الصحه والجمال. اهلا بحضرتك، طبعا بشكر حضرتك على الاستضافه الجميله، وبشكر كابتن عماد ومركز شباب ابو حماد، ده تاني لقاء لينا مع ابو حماد، كان عندنا اول لقاء عندنا في بروسيا وده تاني. طيب الاستعدادات فريق بقى بروسيا لخوض الدوري الممتاز، وخاصه النهارده جاي يلعب لقاء مهم جدا ودي مع فريق ابو حماد اللي هيخوض معاه نفس البطوله الممتاز به. طبعا احنا عاملين احترام لفرقه ابو حماد، ودي كلها يعتبر استعدادات لينا كلنا لبطوله الدوري الممتاز به، وان شاء الله اتمنى التوفيق لمركز شباب حماد، واتمنى التوفيق لينا، وان شاء الله يعني ربنا يجمعنا ما يبقاش في مجموعه واحده. الكابتن حاتم عسكر، اهلا بيك واهلا بضيوفك الكرام. النهارده في تغطيه حصريه لاستعداد فريق ابو حماد للدوري الممتاز به في الكره النسائيه، هيكون معنا ومعكم كابتن الفريق. انت عرفك كابتن؟ انا اسمي بسمله. كابتن بسمله، شايفين النهارده استعداد وفي النهارده مباراه وديه وخاصه مع فريق بروسيا، تقولي لهم ايه النهارده وتقولي الفريق ايه او تقولي ايه النهارده في اللقاء ده؟ ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله هنكسب وهنعمل مفعول كويس. طب استعدتوا ازاي للقاءات في الدوري ان شاء الله القادمه، وخاصه النهارده لقاء مهم جدا ولقاء حماسي مع فريق بروسيا؟ الحمد لله كابتن عماد عمل نظام جديد ومرنا وشجعنا ان شاء الله. هيكون معانا ومعاكم ايضا مدرب فريق ابو حماد الكره النسائيه الكابتن عماد. اهلا بك كابتن عماد على قناه الصحه والجمال. اهلا بيك يا مستر، وانت دايما منورنا في كل مكان طبعا، ووجودك هنا شرف لينا طبعا. الكابتن عماد، في استعداد قوي والنهارده مباراه قويه جدا لخوض الدوري، النهارده مباراه وديه مع فريق بروسيا، تقول فيها النهارده؟ فريق بروسيا من اقوى الفرق الموجوده دلوقتي في مصر، بدعم فرقته بتدعيمات، عنده بنتين بيلعبوا في منتخب مصر، احنا جبناهم النهارده استقبلناهم هنا،
نعمل ماتش هم معانا في الممتاز به، داخلين معانا في الدوري، فتجربه وديه كويسه هتفيد بناتنا وتفيد بناتهم، وان شاء الله يطلع يوم كويس وجميل باذن الله. طيب شايف اللقاء هيكون ازاي النهارده، وفريقك قلت لهم ايه وقلت للبنات ايه، في خاصه اول مره يكون في مركز شباب حماد كره نسائيه وهيخوضوا الدوري الممتاز؟ احنا انا عرفت بناتي ان هم يهدوا في الماتش، ونحاول من يعني ايه ما فيش احتكاكات جامده، نحافظ على بعض. احنا داخلين دوري درجه تانية، الحمد لله فرقتنا قويه، واخدين ثالث جمهوريه في دوري مراكز الشباب، الحمد لله فرقتنا عاملين استعداد كويس جدا 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 جدا. وانا قلت لهم يا بنات حافظوا على بعض اهم حاجه. شكرا لك كابتن. شكرا لك. مستمرين معاكم في اللقاءات الحصريه النهارده، معانا ومعاكم كابتن فريق بروسيا اللي جاي يخوض المباراه الوديه، الكابتن تغريد. اهلا بيك يا كابتن، اخبارك صح والجمال؟ يا مرحبا بيك يا كابتن، شرفنا والله بحضرتك في ملعب مركز شباب محمد. استعدادكم ايه، وخاصه فريق محمد داخل درجه ثانيه وانتم بتلعبوا في الدوري الممتاز برضو، في النهارده مباراه وديه تقولوا فيها النهارده وجايين النهارده تخوضوا تجربه جديده مع فريق محمد؟ رجعت لحضراتكم طبعا بعد الفاصل، بنشكر طبعا مستر محمد على تقريره في محافظه الشرقيه في ابو حماد للكره النسائيه، بنشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا طبعا في محافظه الشرقيه. ايضا كان في برضه تقرير خاص بيوم رياضي كان في كفر شكر، مركز شباب كفر شكر، واللي كان بيقيمه او تحت رعايه شركه امان جروب اللي بيرأسها كابتن حماد رضوان. بس طبعا في شويه تظبيطات عايز يتظبط، لانه طبعا احنا كنا لسه بنصور امبارح، فان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه هيكون تقريره كامل موجود على الشاشه في اليوم الرياضي اللي كان موجود بالامس. طبعا احنا جينا لاهم فقره في البرنامج النهارده، معانا قامات كبيره جدا لاول مره بتظهر في صعود النجوم، وان شاء الله باذن الله القائمين معانا نستفيد من خبراتهم في الملاعب المصريه، وايضا نستفيد في خبراتهم، وده ضروري جدا جدا في انشاء جيل جديد الكرة المصرية، ونشوف بقى منتخب يليق بالكرة المصرية بيمثلنا سواء في كأس العالم أو في البطولات الإفريقية. يسعدنا وشرفنا النهاردة اليوم وجود على يميني، نبدأ باليمين كالعادة، كابتن أحمد سراج المدير الفني السابق للنادي الأهلي فريق 2000، وطبعا فريق 2000 احنا عارفين وده أهم سن عمري، لأن احنا بناخد من الفريق ده أكيد للتصعيد للفرق الأولى. والان هو في نادي ام بي المدارس السابقه واللي كان بيرقصه طبعا رئيس الناشئين قطاع الناشئين امام محمدين، اليوم النهارده بيستقطبوا اهم نجوم التدريب كابتن احمد سراج انه يكون متواجد في نادي ام بي لفريق 2003. اهلا وسهلا بيك كابتن احمد سراج. اهلا بيك كابتن حادم، ويا رب تكون حلقه ممتعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كالعاده، زي ما امتعتنا في تاريخ كبير جدا جدا، انا مش عارف اقول لحضراتكم التايتل كلاعب، لعب في انديه ولعب مستويات كبيره جدا، حاجه بسم الله ما شاء الله بلا حسد، بتشرف بيه ان هو موجود معانا النهارده. ايضا طبعا محبوب البراعم ومحبوب الناشئين ومحبوب كل لاعبي مصر كابتن احمد سمير المدير الفني السابق لنادي الاهلي 2005، والحالي هو نائب القطاع البراعم في نادي انبي. اذا نادي انبي الفتره اللي جايه اكيد هيبقى فيه طفره كبيره زي ما شفناها من خلال كابتن امام محمدين، هنشوفها في خلال نجوم الكره المصريه. كابتن احمد سمير اهلا وسهلا بيك. حبيبي يا كابتن حاتم، انا سعيد ان انا موجود معاك والله، وان شاء الله تكون حلقه مميزه، والاكثر سعاده ان انا موجود مع اخويا وصديق عمري وعشره العمر طبعا اخويا الكابتن احمد سراج، المدرب الكبير اللي الواحد دايما يعني بيتشرف بيه في اي مكان وفي اي وقت والله. انتوا ناس محترمه وشكلنا كده مش هنعرف نشتغل في الحلقه لان المداخلات اول ما بدانا بس طبعا معانا تاريخ كبير، كابتن محمد عامر اللي انا كنت بستمتع بيه شخصيا، انا مريد 74 كنت بستمتع بيه في الملاعب المصريه، كابتن محمد عامر تاريخ كبير جدا جدا في النادي الاهلي، اهلا وسهلا بيك كابتن محمد. الو؟ ايوه انا معاك. كابتن محمد طبعا احنا سعداء جدا جدا بوجود حضرتك النهارده، مداخلة أكيد هترفع من شأن مش ليس فقط برنامج صعود النجوم ولكن قناة الصحة والجمال. بشكرك شكرا جزيلا طبعا، وأسفين إن احنا طبعا مسهرين حضرتك النهارده قدام التلفزيون، ولكن بوجود قامتين كابتن أحمد سراج وكابتن أحمد سمير موجودين معانا في الاستوديو النهارده، وبرحب بحضرتك. تحياتي ليك طبعا وللكابتن أحمد سمير والكابتن أحمد سراج، ويعني يعني انت مستضيف اثنين صراحه يعني عزاز عليا جدا، عزاز على قلبي جدا، سواء كانوا لعيبه جامده جدا في الملاعب او مدربين يعني صاحبوني 3 سنين في قطاع الناشئين،
قمه الجديه وقمه الرجوله وقمه يعني عايز اقول ان اثنين مدربين من المدربين الجامدين جدا عملوا شغل يعني يحسب لهم في ميزان حسناتهم في قطاع الناشئين معايا في من 2011 ل 2013. يعني وانت حضرتك كابتن صاحب فضل علينا يعني. نجاحات وشغل في جديه وطلعوا ناشئين للنادي الاهلي. للاسف النادي الاهلي ما احتفظش بيهم لانهم يعني جواهر، كانوا جواهر زي الجواهر في النادي الاهلي. انا بعتبر كل مدرب اشتغل معايا في هذه الفتره يعني من المدربين الجديين جدا. كابتن سراج عايز يكلم حضرتك كابتن عامر، لان بصراحه اليوم النهارده نتمنى ان هو يطول الفجر ومش عايز اسهرك، ولكن في نقط معينه جدا يهم جدا البراعم والناشئين. كابتن محمد عامر معروف على الساحه الرياضيه من قديم، يعني ما شاء الله تاريخ كبير في النادي الاهلي، ولكن انا هسيب بس كلمه كابتن سراج عايز يقول لحضرتك كلمه كده. كابتن عامر انت صاحب فضل علينا كتير وصاحب فضل على مدربين كتير، وانت بصراحه يعني اتعلمنا منك كتير. يمكن حضرتك من الناس اللي دخلتني القطاع في النادي الاهلي ووقفت جنبي وعلمتني ازاي اقف في اداره ملعب وعلمتني ازاي وقفتي في الملعب. يعني يا كابتن عامر انا بشكرك جدا شكرا جزيلا، وبكلمك على مكالمتك كمان دي حاجه والله كبيره قوي ليا. يعني والله يا احمد انا مهما قلت عنك انت واحمد سمير مش هوفيكوا حقكم واسكت. انا عملت اي حاجه اي جهد معاكم ده بسبب ان انتوا تستحقوا كل الجهد وكل الاهتمام، لانكم كنتوا نوعيه جيده جدا، كنتوا جاديين في شغلكم وكنتوا بتشتغلوا للنادي الاهلي وتتفانوا في شغلكم. طيب كابتن عامر ممكن تسمح لي كابتن عامر بس اسال حضرتك سؤال. يعني حضرتك لما بتشوف مدربين نابغين وليهم يعني الحمد لله محبوبين في القطاع ومحبوبين في كل شغلهم، مش بيصعب عليك ان انت ممكن يتاثر اي قطاع ناشئين وليس الاهلي فقط، اي قطاع ناشئين مدربين شغالين فيه بكل قوه بكل حماس، لما بيحصل تغيير مش اكيد بيحصل اهتزاز لبعض اللعيبه والمستوى الفني؟ انا مش لست فني ولكن ده مجرد سؤال بساله لحضرتك. والله هو طبعا يعني اللي حصل او اللي بيحصل مع مدرب بيبقى ناجح وعامل نجاحات وواخد كل البطولات على مدار 3 سنين وبعدين يجي يمشي باي شكل من الاشكال، ده بيعمل دروب جامد جدا بالنسبه للعيبته حتى اللي تربوا تحت ايده. لان طبعا اللعيب كون ان هو يحرز بطولات مع مدربه، يعني اللعيب بيحب مدربه واشتغل عشان يكسب مدربه. تمام. ولما لما بيفقد مدربه بيتاثر نفسيا جدا جدا. طيب كابتن احمد سمير عايز يقول لحضرتك كلمه قبل ما ننهي بس حضرتك المداخله. اتفضل يا كابتن احمد. اتفضل كابتن. ازي حضرتك كابتن؟ وسعيد جدا بمداخله حضرتك لينا، وحضرتك زي ما الكابتن احمد سراج قال ان انت خيرك علينا وليك فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا فيه دلوقتي. ان بجد يا كابتن محمد والله اقسم بالله لا انفاق ولا رياء، انا يعني انا واحمد سراج وكل مدربين النادي الاهلي اللي اشتغلت مع حضرتك بنقول ان هي من احسن فترات حياتنا ان لم تكن احسن فترات حياتنا مع الكابتن محمد عامر. ودي هو راجل اب وراجل على المستوى الخلقي والمستوى الفني حاجه بجد. كابتن حاتم عايز اقول لك يعني كان يعني كنا شغالين معاه في جو موده ومحبه هو ده. وحاجه جميله كابتن اكيد محمد. الموده والمحبه دي بتخلق الروح من النجاح كبيره جدا جدا كابتن محمد. والله يا حاتم انا عايز اقول لك على حاجه، احنا كنا اسره، كلنا اسره واحده. الكلام اللي بيقوله احمد سمير او احمد سراج عليا هو الكلام ده عليهم هم كمان، هم كانوا بيقفوا جنب بعض بشكل كبير جدا. يعني كان بيبقى في مباراه لاحمد سراج كان احمد سمير وكل المدربين وانا معاهم بنروح المباراه ونساند احمد ونساعده في كل شيء، بس بيبقى القرار الاخير ليه في 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 الكاتشانه وفي قياده المباراه. كنا اسره واحده، ما كناش يعني عشان كده احنا في الثلاث سنين خدنا الحمد لله الدرع 3 سنين ما شاء الله. ما شاء الله. طب كابتن عامر طبعا
احنا محتاجين لحضرتك بصراحه، ويبقى ده كرم من عند حضرتك يعني انك تتعاطف علينا وتكون موجود معانا في برنامج في حلقه. انا بس علشان اوصل للجيل اللي موجود دلوقتي يعني ايه الانتماء، يعني ايه ان انا اوفر سبل النجاح للمكان اللي انا فيه عشان يوصل للنجاح. هو ده اللي انا عايزه من حضرتك، بعيد عن الفنيات، بعيد عن اي حاجه، عايزين نوصل لجيل كامل الاخلاقيات. يشرفني ان انا اكون معاك ان شاء الله في اي وقت لاحق ان شاء الله. شكرا ليك كابتن محمد عامر. شكرا جزيلا كابتن محمد عامر، تاريخ كبير جدا جدا من في النادي الاهلي وقامه محترمه جدا. نبدا حلقتنا قبل المداخلات ما تخش علينا. كابتن احمد سراج، يمكن حصريا كده انت متهيألي اكتر مدرب حصل على بطولات جمهوريه في مصر. الحمد لله. يمكن انا من ساعه ما اشتغلت 2011، يمكن انا قبليها كنت شغال في اكاديميه الاهلي. من 2011 بدات دخلت القطاع عن طريق كابتن محمد عامر. دخلت القطاع الحمد لله. يمكن دلوقتي اكتر مدرب في مصر واخد بطولات جمهوريه يمكن حوالي 5 مرات، غير القطاعات، غير الدوري المناطقي. ما شاء الله يا كابتن. الحمد لله. وجود المدرب في سن حضرتك، بسم الله ما شاء الله ربنا يديك الصحه، لسه طبعا قدامك العمر الطويل وشغل كتير جدا جاي لك، اذا كان داخليا او خارجيا، وهذه المفاجاه اللي هتبقى ان شاء الله باذن الله قريبا، يعني وجود كابتن احمد سراج في دوله كبيره ان شاء الله باذن الله، في حاجه مش هقدر اقاطع دلوقتي ولا اتكلم فيها خالص، لان السي في بتاعه يخض ما شاء الله. كابتن سراج، الناشئين اكيد ده سن محتاج شغل كبير جدا، محتاج طاقه مهوله، مش بس ان انت فنيا، لا كمان ده ده ده, ده اخلاقيا وموضوع كبير قوي. يمكن عايز اقول لحضرتك حاجه بس، يمكن انا دلوقتي مدير فني فريق 2003 في انبي. يمكن انا حبيت عن طريق برنامجك الناجح طبعا ان انا اشكر كل القائمين على انبي لاختيارهم ليا، يمكن بدايه من كابتن محمد اسماعيل رئيس القطاع، كابتن ابراهيم محمد النائب، كابتن احمد جابر، كابتن محمد غرابه المشرف على الكوره قطاع الناشئين، كابتن مصطفى الامير رئيس النادي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اكيد ترشيحك لنادي انبي ده جه برضه من قامه كبيره، يمكن هي كان احد اضلاع انبي واللي كان طبعا ليه اسم كبير جدا جدا، احسن رئيس قطاع موجود ناشئين في طبعًا مصر. طبعا كابتن امام طبعا ده ابونا كلنا ومكتشف مواهب في مصر كلها يعني ما شاء الله. انا بس حبيت اشكرهم عن طريقك، كلك احترام طبعا، وان شاء الله اكون قد الثقه اللي هم مديها لي، هم مسكني فرقه محترمه ان شاء الله. طب قبل ما اخش على نادي انبي، الفتره دي يا كابتن احمد اكيد فيها انت بتصعد لعيبه للفريق الاول لما كنت في 2000، لان ده السن ده حساس جدا، يا منه يلعب كوره هيقعد في البيت. عايز اقول لحضرتك حاجه بس مبدئيا، انا دلوقتي يمكن انا السنه دي كمان كميه الناشئين اللي طلعت فريق اول مع النادي الاهلي يمكن الحمد لله الحمد لله معظمهم، بل مش عايز اقول لك 90% منهم انا مرنتهم. يعني ده مصطفى شوبير، في زياد طارق، في ميدو حسام، في فارس طارق، في رمضان صبحي في البدايه اصلا مع 97. ما شاء الله انت بتطلع منتخب من تحت، يعني جيل كبير قوي يعني. انا مش عايز ازعل حد، كوكا مثلا في منتخب الشباب، مغربي السرد باك منتخب الشباب، مين تاني؟ كتير معظمهم الحمد لله. يمكن انا في القطاع كمان الاهلي قعدت فتره، فيعني الحمد لله كنا. طيب انا هرجع لك طبعا في النقطه دي مهمه جدا وهنكمل كلامنا. كابتن احمد سمير، بسم الله ما شاء الله، مجرد ما اعلنا على الحلقه وناس كتير جدا كده دخلت والكلام بصراحه كله، انا فرحت جدا ان انا حتى كمان لما باجي اشوف ضيوف بجيبهم ولاقي الاقبال على الحلقه قبل ما يكون الحلقه تتعرض، دي حاجه بحترمها جدا. يا شرف لينا كابتن حاتم ان احنا موجودين معاك والله، حبيبي لك نجم كبير يعني. حبيبي ربنا يخليك كابتن احمد، كلك ذوق. كابتن احمد طبعا تاريخ الكبير واكيد البطولات كلها، انت بسم الله ما شاء الله ما استكفتش بطولات محليه، انت كمان سافرت بره وكمان جبت بطولات لكبار الانديه في السعوديه، تاريخ محترم جدا، مع ان السنه ده صعب جدا التعامل معاه. لا يمكن انا اشتغلت في النادي الاهلي من اكاديميه النادي الاهلي، طبعا احنا اولاد النادي الاهلي انا والكابتن احمد سراج من سنه 87 واحنا لعيبه جوه النادي الاهلي، يمكن كابتن عامر دربنا وكابتن حسام البدري وكابتن مختار، يعني مرينا على مدربين كتير، ولكن احنا بدانا كتدريب الاول في اكاديميات النادي الاهلي، كان له فروع في النادي الاهلي، كان عامل فروع في بلبيس وفي القاهره، فانا يمكن اول شغل ليا كان في فرع بلبيس، كنت انا وكابتن اسحاق اول وكابتن غريب اللي هو بعض كابتن احمد سراج موجود في اكاديميه النادي الاهلي فرع القاهره. تمام. كان كابتن احمد وكابتن علي ماهر وكابتن عماره، كانت اسماء تقيله جدا كانت موجوده. وكان من هنا كان فروع النادي الاهلي كانت بتخرج كوادر من اللعيبه وكوادر من المدربين تطلع على قطاع الناشئين. هو ده اللي كنت عايز اتكلم فيه بقى، ان الاكاديميات في التوقيت ده كانت بتخرج للنادي، دلوقتي اصبح الموضوع استثماري.
صح كده؟ لا ده كان هو زي ما بقول لك يعني الموضوع هو اي اكاديميه بيبقى الغرض الاول خلينا نقول ان هو غرض استثماري، ولكن أيوة. في بعض ولكن بعض الانديه الكبيره او بعض الانديه اللي بتبص على ان هي عايزه مواهب وعايزه مدربين وتخريج كوادر من اللاعبين والمدربين لقطاعات الناشئين، كان نادي الاهلي اول نادي عمل السبق ده ان هو كان بياخد الاول المدربين المميزين اللي متواجدين في كان ما احنا يعني أوكي. يعني ممكن يكون الموضوع قل شويه دلوقتي بالظبط تمام. يعني كان طبعا طلع مدربين الاول على القطاع كابتن علي ماهر كابتن طبعاً. محمد شرف كلهم كانوا شغالين في الاكاديميه كويس. وبعد كده خرج بقى كابتن احمد سراج طبعا بتاريخه بقى الكبير في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، مش عايز اقول لك يعني انا يعني هو طلع قبليه قطاع الناشئين من المدربين اللي هي عملت شغل، لا يمكن احنا طالعين في سنه واحده كابتن احمد بس كابتن احمد انا فاكر كويس قوي طلعنا في يوم واحد صح بس انا شغال منصب جوه النادي الاهلي منصب اسمه المدير الفني للمهارات داخل النادي الاهلي في قطاع الناشئين، ما كانش في حاجه اسمها ايه، كان كابتن احمد سراج ماسك ال 2003 في الوقت ده وانا مسكت المدير الفني لقطاع القطاع للمهارات داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. شهرين اتنين بالظبط مسكت مدير فني ال 2002 فاكر يا كابتن احمد انت الوقت ده كنت انا وكابتن احمد جمال وتدرجت بقى هنا لعبت بطولتين مع ال 2002 بفضل الله خدتهم بطولة منطقة القاهرة. الموسم اللي بعديه بقى كابتن احمد سراج بدأ يطلع من 2003 للفرق الكبيرة كويس فرقة 2003 السنة اللي بعديها يمكن في النادي الاهلي يعني بفضل الله مش عايز اقول يعني الحمد لله يعني البطولة الوحيدة اللي احنا خدناها في النادي الاهلي 2003 دي كانت معايا انا بفضل الله يعني تمام. بعد كده بقى الخمسة دي خمس سنين اكتسحنا كل البطولات بفضل الله، وبعد كده في سنة سافرتها اتحاد جدة السعودي مع الكابتن عبد النبي عاشور مسكت المدير الفني 17 كنت مساعد مدرب مع كابتن سيد غريب الاول، وكابتن سيد غريب حصل ظروف كده فرجع على القاهرة تاني فكملت انا مع الفرقة فاخدت بطولتين من ثلاثة هناك وخدنا تاني الدوري السعودي هناك ما شاء الله يا كابتن، ورجعت بقى النادي الاهلي اشتغلت خمس سنين مع فرقه 2005 طيب ورجعت هنا بقى في الجزئيه دي لما انت ذكرت لي كابتن احمد سراج صعد من 2003 ل 2000 طب هل يا كابتن رئيس النادي مش لازم يعني كابتن محمود الخطيب اي رئيس نادي هل بيبقى عنده الدرايه الكافيه قطاع الناشئين تحت بنتائجه بشغله بجهده بيتقدم له التقريرات الصحيحه عن كل مدرب شغال بفكر كويس بفكر متطور يعني أو المفروض بقى المفروض يبقى رئيس قطاع الناشئين عنده الامانه وكابتن خطيب يكون واثق فيه انه عنده الامانه انه يقول له كل حاجه صح اصل خد بالك برضو ان يعني رئيسه النادي الاهلي الموضوع مش صغير الموضوع كبير جدا الانشغال بالفريق الاول اكيد هو عامه الكره نتكلم بصراحه الكره في الاهلي والزمالك هي جميع الالعاب هي كره القدم الفريق الاول هي بالظبط يعني هم ما بيبصوش غالبا للناشئين بالشكل اللي الناس فهماه او الالعاب التانية هي الفريق الاول هو كل ما هو فريق الناشئين ده فريق الناشئين ده بيكلفني بعد كده فلوس طائله لما اجي اشتري اللاعب اللي كان عندي دي حاجات بقى دي المفروض السياسه اللي تتبع الانديه كلها يعني الانديه كلها لازم تهتم بقطاع الناشئين بالذات في الكوره للفريق الاول ليه اللعيبه دي هي المستقبل النادي بقى هي اللي هتجيب الفلوس للانديه هي اللي زي محمد صلاح زي هتبقى زي النني زي تريزيجيه هي دي المفروض اللي يهتموا بيها يعني انت كتدريباتك وعلاقتك باللعيبه في الناشئين في الوجود دوت كابتن سراج كانت ازاي يعني انت احكي لي برضو لا انا مبدئيا انا عامه من ساعه ما اتجلت في التدريب وانا عندي احساس ان انا وانا بلعب كان في مدربين بحبهم هو بحبهم واكره الكلام ده طبيعي انا لغيت الحكايه دي انا ما كنتش بقى يعني كنت في مدربين بيحبوا يكرهوا في الكوره عامه في مصر او الرياضه الحب والكره ده موجود يعني انا حاولت الغي الكلام ده وتعاملت مع اللعيب زي ما زمان انا كنت بتعامل حابب المدرب يتعامل معايا ازاي فبدات اعمل نواحي نفسيه معاهم كده اكتر علاقتك باللعيبه اللي اتصعدت دلوقتي الفريق الاول علاقتك ممتده معاهم كمدرب ليهم تعاقدهم ولا الموضوع بالنسبه لهم خلاص احنا عدينا فتره وانتهت انا خلاص بالنسبه لي انا خرجت دلوقتي انا دلوقتي شغال في علاقتك باللعيبه كعلاقه شخصيه طبعا علاقه شخصيه بنتكلم بعض وبيتصلوا بيا عايز اعرف تاثير المدرب من الصنع انا مش عايز اقول لك لا في ناس لسه بيكلمني كابتن سراج عامل ايه وبيستشيروني اعمل ايه من اول المرحله الجايه من اللعيبه الناشئين في الاهلي بالظبط كابتن احمد سمير الفتره حضرتك طبعا سافرت ورجعت تاني المفروض ان انت مثلتنا بره بشكل كبير يعني راجع لنا باسم اكبر كمان واكيد اسم النادي الاهلي اتذكر بره بشكل كبير كونك ان انت احد ابناء النادي الاهلي طيب احنا دلوقتي المفروض معلش طبعا بندي لمدربينا الطاقه الايجابيه الاكبر ان هم النهارده انت حضرتك نادي انبي نادي كبير
وطبعا اول دخول للدوري الممتاز كان برضو داخل بقوه كبيره، ويمكن دي احد الاسباب في قطاع الناشئين انه بدا ان هو يصعد لعيبه ويبيعوا لعيبه كمان للدوري المصري. تواجدكم او وجودكم في نادي انبي، الاستقبال النادي ليكم بشكل كبير، احكي لي وضعكم ازاي في انبي دلوقتي، شكل التدريب طبعا في ظل جائحه للاسف الشديد كورونا، وضعكم ازاي؟ لا برضو من خلال برنامج حضرتك احنا بنشكر مسؤولين في نادي انبي الصرح البترول الكبير، قاده الرئيس النادي الاستاذ مصطفى الامير او كابتن مصطفى الامير، وكابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين، وكابتن ابراهيم محمد، والكابتن عماد جابر، والكابتن مجدي مدرب الحراس، وطبعا طبعا المسؤول عن قطاع البراعم اللي هو كابتن جمال السيد، الشخصيات المحترمه جدا اللي شغال معاه النائب بتاعه السنه دي مع الكابتن ايهاب الدسوقي. فطبعا انا بس يعني عايز اقول للناس دي منظومه كبيره جدا، صرح البترولي ما يقلش حاجه في قطاعات الناشئين عن الانديه الكبيره اللي لم يكن هو من افضل واقوى قطاعات البراعم والناشئين في مصر. التزاما وبص يعني عايز اقول لك على حاجه، الناس موفرين لك كل شيء كويس. يعني بيوفروا للمدربين كل شيء. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا ان لك ان تتخيل مثلا فرقه زي 2013 لما بيجي لك ولد النهارده، ولد كويس، ولد احنا شفناه في التمرين، فوجئت ان بيستلم اللبس في نفس اليوم اللي جه فيه، لعيب كويس، لعيب كويس، فبيستلم طقم وشوز وشراب وبيتعمل له بدل انتقال 2013. لا يعني انا عايز اقول لك الناس دي محترمه جدا في شغلها، بيفكروا كويس جدا جدا جدا. الانتقاء، انتقاء اللعيبه ممكن بيقابل بعض الانديه نقص في حته الرواتب بالنسبه للمدربين، فالاداره تقول لك مثلا فريق زي 2009 في اي نادي يقول لك انا عايز مدرب، فالمدرب الواحد على مستوى 40 لعيب، انت السن الصغير احيانا بيقابلك في حاجه اسمها توسيع القاعده بالنسبه للعيبه، لان المواهب بقت في مواهب كتير جدا وفي لعيبه كتير جدا. فلك ان تتخيل ان نادي انبي في كل فرقه، يعني لو انت عندك 25 لعيب، لك ان تتخيل يا كابتن حاتم ان انت بتقف خمس مدربين او ست مدربين على فرقه. فمن هنا انت بتبدا تطور لاعب، تبدا تحط له برنامج بشكل كويس ان انت تطور مهارته وتشتغل عليه. يا كابتن في 2013 ده طلع موهبه؟ طبعا طبعا يا كابتن، الموهبه دي بتجيلك، في موهبه بتجيلك بالفطره، توافق عنده كويس، الاداء الحركي عنده كويس، المهاره، انت السن الصغير ده بيعتمد على المهارات الاساسيه لكره القدم، جرب الكره، التمرير بانواعه، التحكم والسيطره، المراوغه واحد ضد واحد، كل الاشكال من المهاره انت بتعتمد في السن الصغير على المهاره. بجانب كابتن احمد سراج عنده بقى اللي هي 2003 و2002 والشغل ده، الحمل بقى القوه والسرعه والتحمل، حاجات كتيره طبعا داخله في حاجات تانية. بجانب بقى شغل الكابتن احمد الجميل اللي بيعمله، اللي بيخليه ياخد البطولات في الجمهوريه، فالراجل عنده شغل الحاجات بقى الخاصه بالفكر والربط، لحظات الكره مع الخصم، الضغط، الاستخلاص، الاستحواذ، طبعا ده شغل تاني بيبقى موجود عند الكابتن احمد. ولكن انت زي ما بقول لحضرتك الموهبه بتجيلك موهبه بالفطره، انت بقى دورك انت كمدير فني او كمدرب تقدر تنمي الموهبه اللي بتجيلك دي باساليب علميه. مهم جدا، انت يعني بياخدنا الحوار لبعض الموضوع اللي انت بتتكلم فيه عن المدربين واختيارات المدربين للعيبه. مهم جدا الكلام ده. انت مش ممكن مدرب يجي يتفرج على تمرينه زي ما كنت بتقول لي اليوتيوب، ممكن يتفرج على تمرينه لمدير الفني لبرشلونه او ريال مدريد ويجي ينفذها مع ولد صغير. هل انت عارف انت بتشتغل ايه، وقت ايه، والزمن ايه، والشده عامله ازاي بالنسبه للولد، وبتمرنه على ايه، وتيجي مثلا ولد عنده 2013 تقول له تمرن ضربات راس وتدي له كوره، ولم يكتمل النمو الذهني ولا العضلي ولا العصبي عنده. فمهم جدا انك بتحط المدرب السليم او المدرب الشاطر او المدرب اللي يقدر يفهم بيحط البرنامج التدريبي بتاعه ازاي لكل مرحله. يعني مثلا كابتن احمد سراج اشتغل مع البراعم في النادي الاهلي، اول ما اشتغل مع البراعم في النادي الاهلي، بيحط التمرينه للفرقه دي بيبقى رئيس قطاع البراعم ولا بيحطها كل مدير لا فني يعني للفرقه؟ معلش انا ارد على دي، احنا عندنا رئيس قطاع البراعم كابتن جمال السيد، يعني مش عايز اقول لك يعني حد فاهم جدا، شخصيه محترمه جدا لابعد ما تخيل، فنيا وسلوكيا واداريا. لا في برنامج محطوط، يعني بتمشي بالاسبوع، يعني انت مثلا بيعتمد على المهاره الاساسيه لكره القدم، بيجي من اول اسبوع كده بورق المدير الفني، مثلا كابتن شيكو، كابتن علاء فوزي، كابتن اللهم ذكرني يا رب، كابتن 2009 مدرب محترم، كابتن نور، كابتن نور من المدربين الكويسين جدا ومدربين الشطار. كل واحد نازل عارف بيعمل ايه، ما بقاش تمرين بالفهلاوه، لا محطوط له برنامج تدريبي، النهارده عندنا التمرير قصير،
النهارده عندنا الدفاع منطقه، النهارده عندنا واحد ضد واحد هجوم، النهارده عندنا واحد ضد واحد دفاع، بس هو بيدي مساحه للمدير الفني انه يخرج التدريب بالشكل المناسب بتاعه. طب الكلام ده كويس كابتن احمد سراج. كابتن احمد سمير ذكر حاجه مهمه جدا، وهو كل عمر سني ليه تدريبه معينه. طب هو هنا المدرب ممكن تيجي له فكره تمرينه معينه هو ابتكرها مخصوص للسن المعين اللي قدامه ده، وهي هتوافقه، مش لازم يكون انت اتفرجت على تمرينه وبتعملها. لا طبعا، انت بتختار التمرين حسب احتياجاتك للفرقه. افرض الفرقه مثلا عايزه تنميه سرعه مثلا، لازم تختار تمرين تنمي بيها السرعه. عايز مثلا حاجه فيها ذهنيه شويه، يعني اقصد في التمرين في ثوابت احنا ماشيين عليها، ولا انت ممكن تحط حاجه فكره ليك انت تزودها؟ البرنامج انت بتحطه من اول يوم صار. من اول يوم لاخر يوم بتحط الثوابت بتاعتك الاساسيات، من خلالها بقى بتبتكر بقى مثلا ده المجموعه دي عايز تبتكر بيها مثلا تلعب ناحيه هجوميه، تعمل نواحي دفاعيه، بتختار الحاجات دي منها يعني. بس الثوابت بتاعتك موجوده بس. يعني زي معلش اقطع بس كابتن احمد، طبعا بيتكلم كلام جميل جدا، ولكن كل مرحله عمريه لها الشغل بتاعها. يعني زي ما كابتن احمد بيقول لك هو حاطط برنامج او فتره اعداد، ولكن كابتن احمد عنده مسابقه يعني بيلعب مسابقه جمهوريه، فكابتن احمد الشغل بتاعه ممكن هنا النهارده يغير شغله باللي بيحصل بمواقف المباريات بتاعته. يعني كابتن احمد مثلا عنده 2003 لقى مثلا ان اسلوب الضغط عنده وحش، فهو كان حاطط حاجه، فتلاقي كابتن احمد بيغير الموضوع، يشتغل على العيوب اللي قدامه، العيوب اللي هو لقاها في المباراه بتاعته. انما عندنا بقى في قطاع البراعم لا، دي اسس. النهارده انت دي مع انتشار القاعده زي ما حضرتك قلت كده انتشارها، ولكن لقينا العائد منها سلبي. هو يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني بكلمك على الجزء بتاعنا احنا. انت مهم ان انت توصل لاعلى درجه من الاداء الفني، فزي ما بقول لحضرتك الاسس التدريبيه لازم تكون اسس علميه، ان انت بتاسس الولد على المهاره، وبتدخله بقى في حاجات. يعني انت بتقول لك مثلا في ناس بتختلف في موضوع الناحيه البدنيه بتاع السن الصغير. طب درجه يعني استيعاب السن ده للتدريبه بتطول معاك يا كابتن؟ بيبقى في فروق فرديه. يعني انت النهارده عندك 20 لعيب او 24 لعيب، بتلاقي ولد عنده الناحيه الذهنيه اعلى شويه، وولد تاني الفكر عنده اقل شويه. انت بتبدا تحط له حاجات ذهنيه شويه ان انت تقويه، بتبدا تاخد كل واحد على حده، تعمل له حاجات تخصصيه، بحيث ان انت عارف الكره نفسي وبدني وذهني ومهاري وخططي. فانت بتخش الجانب الذهني ده مهم جدا ان انت تنمي الولد فيه. طيب انا بس هو وقتنا بيجري وللاسف الشديد طبعا احنا عايزين ندخل معانا كابتن امام محادين، ولكن اكيد السهره طويله او الوقت اتاخر، فبنتاسف لك طبعا كابتن امام. عايز كلمه اخيره كابتن احمد اللي دلوقتي فعلا بيجري بسرعه. مبدئيا انا بشكرك طبعا على البرنامج بتاع حضرتك، و يعني انا بتشرف بحضرتك على طول دايما حبيبي يا كابتن، وبتمنى بقى ان انا اسعد المسؤولين بتوع نادي انبي باللعيبه اللي معايا. يمكن انا اتفاقي مثلا ان انا اطلع لعيب درجه اولى، ده الهدف دايما بتاعي. معاك لعيبه جامده السنه دي بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا كويس. انا بتكلم في فرقه من اكتر فرقه فيها، اول مره اشوف فرقه فيها مواهب كتير قوي. طب انت تسمح لنا برضو احنا نجي لك نصور الفرقه برضو برده رأي اللاعبين وشكل طبعا نرحب بنادي انبي صرح كبير في مصر. طبعا ماشي يا كابتن، بشكرك طبعا، شكرا جزيلا كابتن. شكرا كابتن احمد سمير، كلمه اخيره. حبيبي طبعا بتمنى التوفيق لاخويا، احسن من احسن المدربين ان لم يكن احسن مدرب في مصر في سن قطاعات الناشئين. فعلا هو مدرب كبير، ان شاء الله يكون اضافه لفرقه انبي 2003 ان شاء الله، وياخد بيهم بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله، ويشرفنا زي ما هو مشرفنا على طول يا رب ان شاء الله. انا طبعا سعيد جدا جدا باتنين بيمثلوا قطاع مهم جدا جدا، قطاع البراعم والناشئين في مصر، اخلاقيا وسلوكيا وفنيا درجه عاليه جدا. طبعا الحلقه للاسف الشديد بتخلص بسرعه، ما قدرناش ان احنا ناخد الشغل الفني بتاعنا، ما قدرناش ناخد حاجات كتير جدا جدا، ولكن بوعد حضراتكم ان هيبقى على ارض الواقع في انديتهم في شغلهم هيبان مين هم ابناء الصرح الكبير النادي الاهلي، اكبر الانديه المصريه والافريقيه، وان شاء الله يمثلنا طبعا. وبوجه طبعا التهنئه من خلالهم بالثلاثيه اللي فاز بها النادي الاهلي. بشكركم طبعا شكرا جزيلا ضيوف المحترمين على دعوتكم النهارده واستجابتكم ان انتم تكونوا موجودين في قناه الصحه والجمال من خلال برنامج صائد النجوم. بشكر شكرا جزيلا طبعا فريق الاعداد كاملا نجاح، وفريق الاعداد كل اللي موجود بشكر مي جدا جدا، ورئيس التحرير طبعا سهى بكر. بشكركم شكرا جزيلا، استنونا ان شاء الله باذن الله كل جمعه في ميعادنا الساعه 11. شكرا جزيلا قناه الصحه والجمال على الشغل المحترم جدا جدا وظهور برنامج صائد النجوم باعلى درجه من الامتياز. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.